عند ماتسوكي، بل ليس فقط ماتسوكي يتوجه نحو منطقة الجزاء. الآن إمكانية التسديد من قبل بوش، وبعد ذلك زيركزي تابين. هل كان في وضع تسلل أم لا؟ زيركزي يضعها في الشباك. هدف لصفر لصالح بولونيا. ننتظر الآن حكم الراية. احتجاجات مستمرة من قبل ساليرنيتانا، ولكن تسديدة بوش وزيركزي يضعها في الشباك. نرى الإعادة. سالاميكرز وكرة طائشة، تسديدة من بوش وزيركزي يضعها في الشباك. هدف لساليميكرز والضغط على نوفاتو. الكرة لزيركزي، زيركزي يراوغ كوستيلا، والهدف الثاني. الهدف الثاني لبولونيا، الهدف الثاني لبولونيا، ثنائية لزيركزي. لكن عمل كبير لهذا المدرب، عمل كبير لهذا المدرب. فرويلر ضغط على ديا، فرويلر ضغط على ديا، وساليميكرز بريسينج قاتل. هنا أجبر لوفاتو على العودة والانتحار. العمل الكبير الذي قام به بولونيا بتغطية كل الممرات، وفي نهاية المطاف أتى خطأ ساليرنيتانا والهدف الثاني لزيركزي. برافو 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 تياغو موتا، برافو 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 تياغو موتا. خمس مرات بطل فرنسا مع باريس سان جيرمان. تونيو كاندريفا، كرة لين وانكوسيمي، يقلص الفارق ساليرنيتانا في الدقيقة 75. سيمي يعيد الحياة والأمال لفريق بيبو إنزاغي. سيمين وانكو يسجل الهدف الأول لساليرنيتانا، أسيست من أنطونيو كاندريفا، وانكو يضع الكرة في الشباك. العملية انطلقت من ماجوري وانتهت ببنى.